إخوتي الكرام، أخواتي العزيزات، كلكم محل ترحيب ومصالحكم في صدارة الأولويات إن شاء الله. في أقل من عام ومنذ تنصيب المجلس البلدي عقدنا العزم على الدخول في ورشة مفتوحة تخطيطا واستشرافا وسعيا دؤوبا لدى الجهات الوصية على مستوى الولاية وكذلك على مستوى العاصمة. وتواصلنا مع كل الشركاء مستقلين شبكة العلاقات التي من الله علينا بها مما أثمر في الإنجازات البادلة بين أيديكم والتي أنتم شهداؤها. وإن هي إلا قليل من كثير وضعناه في أجندتنا ومن خلالكم وباسمكم جميعا نطالب السلطات الحكومية مغتنمين هذا الموسم المهم ومغتنمين كذلك هذه المرحلة القادمة التي سماها رئيس الجمهورية بأنها مرحلة شبابية بامتياز. هذه المسائل كلها بطلب من الحكومة بتعجيل المستعجل وبرمجة الباقي في المراحل القادمة. لا يمكنني ختم هذه الكلمة قبل أن نشكركم على مجهودكم الجبار في التسجيل على اللوائح الانتخابية ومصابرتكم رغم الظروف المناخية. واغتنموا الفرصة من جديد لحثكم على مضاعفة الجهود في هذه السويعات المتبقية بقية إنجاح مرشحنا الشيخ محمد القزواني بفارق مريح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. واشكركم جزيل الشكر.